السلام عليكم ورحمة الله إخواني في كل مكان، أحييكم جميعا. ابتداء أنا أعتذر لكم لأني كان المفروض أني أتحدث إليكم قبل أسبوعين أو ثلاثة، خاصة حول موضوع تلفزيون المعارضة اللي كنا تكلمنا عليه، وكان المفروض أني نرجع لكم ببعض التفاصيل، لكن الحق كان سببين. السبب الأول هو أني سافرت، جاني سفر عاجل، وكان سفر أولاً بعيد، وثانياً كان يحتاج تحضيرات، وبالتالي خذالي كل الوقت تقريباً، خذالي أكثر من أسبوعين. والسبب الثاني هو أني لما رجعت لملف التلفزيون، لأن كان المفروض نعطيكم تفاصيل تقنية، القضايا كيفاش تم، التكلفة، كل كيف راح نقترحوها للناس إلى آخره، نقترحوا الجهات الأخرى المعارضة اللي تكون موجودة إلى آخره، لكن لما رجعت للملف التقني لقيت ان احنا الملف التقني كنا حضرناه سنه 2008، فلقيت ان في كثير من الاشياء اللي تغيرت وظهرت اشياء جديده، خاصه على مستوى الساتيليت وعلى مستوى حتى البروفايدرز تاع هذا الخدمه، وبالتالي يحتاج باش نعاودوا نراجعوا، راح ياخذ شويه وقت، ربما اسبوعين او ثلاثه اخرى، لكن ان شاء الله نحاول نرجع لكم فيه في اقرب وقت ممكن. اليوم وعلى تقريبا بشكل سريع، اللي حبيت ان كان بعض الاخبار يعني جاتني قبل حوالي 10 ايام، خبر رئيسي قبل حوالي 10 ايام، لكن ما حبيتش نتكلم عليه الى غايه هذه اللحظه، لتاكدت من مصدر ثاني هذا الصباح. احنا اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر او 8 نوفمبر او 9 نوفمبر حقيقة. المهم اليوم ثلاثاء 9 نوفمبر، نعم، وتأكدت من هذا الخبر اللي هو يخص السلطة، يخص وبشكل أساسي يخص الجنرال توفيق، جنرال دارمي كما هو معروف، الفريق بلغة أخرى. والخبر يقول باختصار بسيط أنه تم نقله على جناح السرعة وفي حالة صحية سيئة جدا إلى مستشفى عين نعجة يوم 26 أكتوبر. في الحقيقة يوم 28 أكتوبر كان عندي الخبر، لكن صراحة هذه أخبار بالغة الأهمية وأيضا خطيرة، وبالتالي اضطريت أني أنتظر لغاية ما أتأكد من مصدر ثاني لأكد لي هذا الأمر هذا الصباح، ومن ثم حبيت نعطي لكم هذا الخبر وهذه المعلومة. لماذا هذه الأشياء؟ نحن نسمع كثير من الأخبار، لكن في الحقيقة كثير من المرات لا نخرجها. باختصار بسيط، حتى عندما تتضح وبعدين تتضح أنها صحيحة، لكن هدفنا، إحنا هدفنا ما هوش خرج أخبار أو الحديث على هذا النظام المجرم، بقدر ما هو يهمنا تأثيراته، لأن طبعا في أي بلد محترم أو في بلد وين الإرادة الشعبية هي اللي تحكم البلد أو ممثلين الشعب، ما يهمش تقريبا مرض مسؤولين، أو يهم في حدود معينة، لأن في مؤسسات دولة، وبالتالي هذه المؤسسات إذا ما غاب الرئيس أو الرئيس الوزراء، أو طبعا إذا ما غاب رئيس مخابرات مش مهم كثير في كثير من البلدان الديمقراطية، البلدان المحترمة، لكن في البلدان المحترمة، البلدان الكبيرة، البلدان حتى الصغيرة لكن اللي هي محترمة بمعنى أنها السلطة تنبع من إرادة الشعب، في مؤسسات، وعندما يغيب الرئيس الشخص الأول أو الثاني أو الثالث في مؤسسات هي اللي تملأ الفراغ مهما كان الشخص. احنا شفنا أنه بلدان مثل فرنسا غاب عليها صانع تقريبا صانع مجدها في بعد الحرب العالمية الثانية، ديغول، بالنسبة للجزائريين مجرم ديغول، لكن بالنسبة للفرنسيين صانع الأمجاد، أو بالنسبة لبريطانيا تشرشل أيضا صانع مجد البريطانيين، وبالنسبة لكثير من الناس تشرشل مجرم، لأنه بالإضافة طبعا إلى آخرين في الحرب العالمية الثانية، وسبوا في مقتل عشرات الملايين. بغض النظر، إذن حتى لما يغيب أهم شخص، لما تكون هناك مؤسسات ما يهمش، أو يهم في حدود ضيقة، بمعنى أن الدولة لا تكون في خطر، ولا نظام الحكم لا يكون في خطر. لكن في بلدان اللي هي تصبح أو نظام الحكم يكون فيه شخص أو شخصين أو ثلاثة،
واللي الدولة تتقزم في نظام الحكم ونظام الحكم يتقزم في شخصين أو في ثلاثة أو في واحد طبعا خطير. وهذا الاستبداد، هذه الدكتاتورية. إذن عندما يغيب هذا الشخص، عندما يكون موجود كما احنا في وضعنا الجزائري، هو بالغ خطورة توفيق في اعتقادنا وفي اعتقاد الغالبية الغالبة من الجزائريين، ومحد كبار المجرمين. وعندما يغيب قد يكون أيضا حدث بالغ الأهمية، قد يكون نحن نعتقد أن غيابه هو في مصلحة الجزائر، لكن مما لا شك فيه أن غيابه سيحدث أثر على السلطة، على الأجنحة المتصارعة. نعرف أن فيه أجنحة متصارعة، جناحين أساسيين، جناح الرئاسي اللي تم إضعافه بشكل كبير في الفترة الأخيرة. لو طلبت مني نسبة نقول لكم أن بوتفليقة الآن لا يملك من السلطة إلا في حدود الخمس، حدود 20% أو أقل بكثير. تم إضعافه بشكل كبير، وشفنا زرهوني وهو كان أحد أعمدة الجناح الرئاسي قبل أيام يستغرب ومصدوم، يقول لا يدري لماذا أخرج من السلطة، لا يعرف. وأنا هو كان يعتقد أنه هو ماسك البلاد، لكن قال أنه ما عرفش علاش خرجوه من السلطة، وما عرفش كون خرجوا من السلطة كوزير داخلية اللي ظل فيها لمدة أكثر من 10 سنوات، 11 سنة بالضبط. إذن بوتفليقة تم إضعافه بشكل كبير، ولكن المشكلة الأخرى هو أنه ظهرت صراع كبير جدا داخل الجناحين، جناح المخابرات، صراع داخل جناح المخابرات على السلطة، خاصة عندما اتضح، نعرف أن مدين توفيق مدين مريض، هناك من يعتقد أن عنده سرطان، لكن المؤكد أنه مريض. هو بالغ من العمر 72 سنة كما هو معلوم، هو مواليد 38 في منطقة جنزات في منطقة البرج، وهو في جهاز المخابرات منذ 61 كما هو معلوم أيضا، عندما أرسل إلى الاتحاد السوفيتي آنذاك في دفعة التابيروش. إذن توفيق هو الحاكم الفعلي في الجزائر، توفيق هو أهم شخصية في البلاد، وهو على رأس المخابرات منذ 4 سبتمبر 1990. توفيق الآن، المعلومات التي لدينا، باش نرجع للخبر الأساسي، المعلومات التي لدينا هو أنه أدخل إلى مستشفى عين النعجة في حالة إمرجنسي، نيرجنس، استعجال، وظل هنالك. هناك أيضا داخل هذا الخبر هناك من يقول أنه استفاق بعد حوالي 6 أيام من غيبوبة، كان في غيبوبة، وهناك من يقول أنه في الحقيقة ما زال في غيبوبة. صراحة لا ندري بالضبط هل ما زال في غيبوبة أو استفاق من الغيبوبة، لكن اللي نعرفه أنه ما زال موجود في عين النعجة، واللي نعرفه أيضا هو أنه أدخل هذا المستشفى قبل 13 يوم بالضبط من اليوم، و14 يوم، أسبوعين بالضبط، كان يوم ثلاثاء 26 أكتوبر. تأثيراتها على الصراع على السلطة، طبعا غياب توفيق سيكون بالغ الأهمية والخطورة. هناك مجموعة كبيرة تريد أن ترث توفيق، منهم عطافي رئيس المخابرات الخارجية DDSU، وعبد القادر خرفي، مدعو أيضا أحمد خرفي رئيس DSE اللي هي Direction Security Interior، وجبار مهنا رئيس DCSA أي مديرية الأمن العسكري، أمن الجيش، وآخرين، مجموعة أخرى. هناك الكابينين تاع المخابرات، كبار الجنرالات هما حوالي 18 جنرال، هذوما اللي تقريبا في الغالب يجتمعوا ويقرروا في القضايا، وإن كان القرار الرئيسي يعود طبعا للتوفيق واثنين أو ثلاثة ممن معه، لكن طبعا يجتمعوا هؤلاء لأنهم هم شبه حكومة ظل، يعني تقريبا كل واحد من هؤلاء الجنرالات عنده قطاع يتولاه. هل غيابه سيؤدي إلى انهيار النظام؟ هذا لا يستبعد، إذا عرفنا أنه هو اللي ماسك العمدة الرئيسية منذ 20 سنة، وإذا عرفنا أيضا أنه يعتبر شخصية بالغة الأهمية، خاصة بعد وفاة العربي بالخير وبعد خروج العربي بالخير تقريبا سنة 2004 من السلطة نتيجة لأسباب أخرى، هنا ليس هنا مجال الحديث عنها.
من يخلفه، هل ستكون خلافته خلافة طبيعية أم ستتم في شكل دماء؟ هل سيبقى الجزائريين ينتظروا فقط الصراع على السلطة، أم أنهم في لحظة معينة يكون هناك ردة فعل شعبية كما هو متوقع وكما الكثيرين يعتقد الآن، بحيث أن السؤال لم يعد هل سيسقط النظام أم لا، وإنما متى سيسقط؟ الآن اعتقاد راسخ يتأكد على مستوى واسع داخلي وخارجي، وأن النظام الجزائري دخل مرحلة النهاية. لست ندري كم ستدوم هذه النهاية، قد تكون أسابيع، قد تكون أشهر، قد تكون سنوات، لكن المؤكد أنهم وصلوا إلى the end of the era كما يقال، أو نهاية مرحلة، هذا مؤكد الآن. نعرف أن كبار مسؤولي النظام كلهم جوزوا 70 سنة، كبار كلهم في حالة صحية صعبة وأحيانا سيئة جدا، مثل بوتفليقة مثلا وغيره. قايد صالح أيضا اللي نعرفه أنه الآن يقارب 80 سنة وهو قايد الجيش إلى آخره، يعني تقريبا المعدل أنت أهم 15 أو 16 شخصية من 20 شخصية كلهم تجاوزوا 70 سنة. خلاصة الأمر هو هذا الخبر اللي حبيت نقوله لكم، طبعا في اعتقادنا أنه مؤكد، لكن تبقى دائما أنه نحاول دائما نتأكدوا إذا كانت هناك مصادر أخرى أو كان هناك من لديه معلومات ويؤكد هذا، طبعا شيء جميل، لكن معلوماتنا ومصادرنا تؤكد أن التوفيق في وضع حرج، وأن الصراع على خلافته وعلى أشده، وأن البلد أيضا مقبلة في الأسابيع القادمة ربما على تغييرات حاسمة داخل جهاز المخابرات، إن لم يكن داخل جهاز النظام ككل. بالتأكيد سأعود ربما لهذا الموضوع وغير المواضيع إن شاء الله في الأسابيع أو في الأيام القادمة. تحياتي لكم جميعا إخواني، السلام عليكم ورحمة الله.